فبالنسبه لي انا تصدمت لينا، وخاصه يعني ويعني ف تواصلنا عبر يعني الواتساب انا وياه بدي ميساج. يعني احنا الحمد لله انتهينا من الكره، ولكن كتبقى علاقه يعني اخويه، يعني كان تنهتفوا بعضياتنا، كنسالوا على بعضياتنا. مصطفى رسبوي رحمه الله عليه كان يعني من اللاعبين اللي اثروا فينا شخصيا، لانه لما صعدت مع الفريق كان هو في الحقبه ديال عبد الخالق اللوزاني، كان من اللاعبين اللي بقاو كيلعبوا، وعرف كيفاش كان كيفاش كيهيئ لنا المباريات، كيف كان كيبريبارينا. كانت العلاقه ديالنا معاه كبيره كبيره جدا يعني بكل صراحه. مصطفى رسباوي فكنظن تصدمت في الوفاه ديالو، فكنظن يعني في ديك الليله فكنظن ما نعس لا انا لا الزوجه ديالي، فكنت كنحكي لها على المناقب ديالو، الاعمال اللي كان يقوم بها الله يرحمه في هذا النهار هذا. وهذه هي سنه الحياه، لان هو مصطفى رسباوي في الاجل ديالو، فان هو هذه هو لكل اجل كتاب. فكنظن هذه سنه الحياه، ف يعني في, 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 في الارض يعني لابد من واحد النهار الانسان غادي اللي غادي اللي غيترك المكان ديالو شيء جميل، وهو خاصو يكون ايجابي، يترك واحد العمل، يترك واحد السمعه طيبه اللي غتكلم عليه. فكنظن الجنازه ديال مصطفى رسباوي ورحمه الله عليه، فكنظن واحد يعني واحد الجنازه كانت مهيبه، يعني الكل يعني لا اعلاميين، لا لعابه قدماء، لا ديال الرجاء، لا ديال الوداد، لا يعني ديال الفروق، جميع الفروق الوطنيه الا هو يعني شاركوا في يعني في تشييع الجنازه ديالو. فهذه سنه الحياه، ان لله وانا راجعون. كنطلب من الله سبحانه وتعالى باش ينزل الصبر ديالو على العائله ديالو، وخاصه الابناء ديالو كاين باقيين صغار، يعني كاين واحد الابن ديالو جوج عند الابناء كيتابعوا يعني الدراسه ديالهم في فرنسا. فكنظن يعني شنو نقول لك، واحد المنظر اللي ما عمري ما غادي ننساه، كيفاش الزوجه ديالو الاخوان ديالو كيفاش يعني يغمى عليهم، يعني وخاصه انه موت فجاه، موت فجاه كيبان لك واحد يعني خرج يعني غيدخل ما غيدخلش، فكيكون صعيب صعيب. كنظن هذه سنه الحياه، انا لله وانا اليه راجعون.